سئل عن صفقات الشتاء ردوا ايه؟ نشوف. احنا سعداء بفوز النهارده، وان الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب في النهايه، بالذات ان احنا الشوط الاولاني ما كناش كويسين، ما كانش عندنا رغبه قويه، وهدفنا ما كانش واضح من المباراه في الشوط الاولاني بالنسبه للعيبه، وخصوصا ان المنافس كان كويس، فده لازم نعترف بيه ان هم كمان كانوا كويسين وسببوا لنا صعوبات في الشوط الاول، لكن في النهايه احنا سعداء جدا بالثلاث نقط وده اهم حاجه. Und dementsprechend werden wir das anschauen und wenn es dann nötig sein wird, dann werden wir die Entscheidung treffen. لسه بدري قوي على موضوع الشتاء ده، لكن تاو بيلعب راس حربه، وانا لما مسكت الفرقه من اكثر من سنه كان بدا معايا في مركز راس الحربه، وهو بيعرف يعملها كويس وانا عارف ده، وعملها قبلي كمان. كمان جات له كذا فرصه، يعني الشوط الاولاني جات له فرصه بدماغه لولا انها اتلمست بس قبل ما تجيله لمسه بسيطه كان هيحطها جون، فكان ممكن يجيب جون في المركز ده. فلا مش شايف ان تاو ما فيش مشكله ان هو يلعب في المركز ده ويقدر يأدي فيه، لكن احنا عندنا مرونه. المرونه معناها ان انا هنشوف ايه اللي احتياجاتنا في الشتاء ونشوف ايه اللي احنا محتاجينه، ولو احنا محتاجين فعلا مهاجم هنجيب مهاجم. Braucht natürlich auch immer Tore, damit er Selbstvertrauen sammeln kann und da ist er dran und ja, wir hoffen, dass das dann auch in den nächsten Spielen klappen kann. زي ما انا قلت مودست لما جه كان ناقصه ريتم وناقصه تاهيل وراسه جاهزيه، مش تاهيل ده جاهزيه، وبدا ان هو بنجهزه بعد مرضه، وقلت المره اللي فاتت الموضوع ده، فعقبال ما رجع من مرضه وقدرنا ان احنا نقومه بدا يشتغل. فالماتش اللي فات بدا تظهر منه حاجات كويسه، بدا محاولاته تبقى احسن، بدا رغبته تبقى اكبر، بدا ان يظهر منه حاجات كتير كويسه، لكن لسه قدامه كتير ولسه نقدر نبني على ده، لان هو لعيب كبير واسم كبير ويقدر يعمل اكتر من كده، بس احنا بدانا نشوف حاجات كويسه منه الماتش اللي فات. ما رضيتش ان انا، لان هو كان اول مره يلعب بعد فتره 90 دقيقه في ماتش كبير كده، واحنا عندنا ثلاث ماتشات في اسبوع واحد، ما اقدرش ان انا اضغط عليه والعبه الثلاث ماتشات ورا بعض وهو في مرحله تاهيل او تجهيز. فقلت ان انا اريحه شويه النهارده عشان خاطر واديله بعض الدقائق القليله عشان اقدر ان انا في مرحلة التجهيز بتاعته، ان احنا نقدر ان احنا نأهله كويس ونجهزه كويس ان شاء الله، ويظهر المستوى الكبير اللي هو اصلا كان عليه وجاي من دوري كبير، ويقدر ان هو يأدي ويعمل اكتر من كده كتير. واحنا عندنا ثقة، المهاجم بيحتاج اهداف عشان ياخد ثقة في نفسه، بيحتاج دقايق، بيحتاج مشاركة، وده جاي ان شاء الله. انا متأكد wird das wahrscheinlich nicht so sein, dass wir da testspielen. احنا لسه عندنا ماتش يوم السبت، وبعد يوم السبت هنقدر نحدد البرنامج وهنعلنه زي كل مره، لكن عاده في التوقفات الدوليه مع ضغط الماتشات اللي احنا اصلا بنعيشه، ما اقدرش ان انا اعمل كمان ماتشات وديه في وسط التوقف الدولي، فغالبا مش هعمل ماتشات وديه في الفتره دي عشان خاطر احنا يكفي الضغط اللي احنا فيه اصلا. كولر تحدث عن اربع نقاط، تعرض للمباراه وقال انا سعيد بالنتيجه لكن مش سعيد بالاداء، والوضع الهدف عندنا والرغبه لم تكن واضحه في الشوط الاول تحديدا، ولكن انا افوز ده امر جيد. انت رايك ايه؟ انا رايي ان افوز ده امر جيد. رايك في اراء الاربعه دول؟ ما انا هقول لك اهو، ان افوز ده امر جيد، لكن يا رب الفوز زي ما بقول يكون من خلال اداء، حتى لو احيانا ننتقد يقول لك ضيعنا فرص، نضيع فرص بس نفوز واحنا مستحوذين واحنا اللي بنضيع الفرص بالظبط، واخد بالك؟ وما نفوزش واحنا بنستقبل اهداف ملهاش لازمه. دي اللي مضايقاني شويه. اتنين، برضو فكره ان انا دايما اتسال سؤال بره الماتش، ايه فكره ان انا اتسال عن تدعيمات الشتاء؟ ده مش سؤال يخص المباراه. وهو مش مضطر يجاوبه، لكن هو الراجل بيجاوب يعني، واحيانا دي يعني بتدخله في متاهات شويه. لا يعني لو انا الراجل اللي بنصح خليك في الماتش. هو يقدر المترجم يقول له كده؟ السؤال في الماتش لا. المترجم ما يقدرش يقول غير الراجل بيقول. لكن لا يقول لكن هو حابب حاضرين يا جماعه، لكن انا شايف انه حابب يفسر. لعل وعسى يخلص من النقطه دي بقى. ما تسالونيش دلوقتي، الشتاء لسه ما جاش. وهنشوف من هنا لحد الشتاء محتاجين ولا مش محتاجين، لو محتاجين هنجيب. سؤال بقى ما ينفعش يتكرر، في ايه اوضح من كده؟ وتحدث عن مودست، تحدث تفصيلا عن كل يعني، ويكاد يقول عشان كده انا اخترته، وانا عارف انه لسه مش جاهز، لكن لو جهز قد يشكل اضافه، لو احرز هدفا هيكتسب الثقه، وهذا كلنا عارفين القصص دي، كلنا عارفين الناس قلقانه في موضوع مودست لانه سنه كبير بس، لكن بخلاف هذا واضح انه الراجل ده عنده خبرات وتحرك كويس، وناقصه
انه بس سرعه التلبيه عشان يقدر ينفذ افكاره. فهو الراجل بيقول يعني انا متفائل واتمنى اشوف منه ده، ولو جاب جون هيساعده انه يقف على رجليه. في ده فيما يتعلق بمودس اللي اصبح سؤال متكرر دائما. اتكلم على اللي جاي وعلى فتره التوقفات. قال لهم انا عندي ماتش مهم بعد الماتش ده، هنشوف بعد يوم السبت ايه اللي هيحصل، هيحصل توقف. وقال لهم تفكيره عشان برضو يعني ما تسالونيش بعد كده ما عملتش ماتشات وديه ليه؟ في ظل هذا الضغط قد لا الجا الى مباراه وديه اثناء فتره التوقف. قد، ولكن قد يرى انه محتاج، يعني ده حقه هو، ده يعمل اللي هو عايزه في هذه الفتره. ف يحسب له ويحسب عليه نفس النقطه، انه دايما بيحب يجاوب بمنتهى الوضوح. تحسب له وتحسب عليه. ليه عليه؟ نفس النقطه. ما هم بياخدوا من الاجابات دي يبني عليها ويقعدوا يكونوا اراء وانتقادات. احيانا انت من لما بتلتزم بسياق المباراه بتقلل حجم الضغط عليك انت حتى وعلى فرقتك. واحيانا هو الراجل ده سياسته انه يكون واضح جدا وبيفهم الناس انا بفكر ازاي. اذا كان متعود على ده في اوروبا احنا مش في اوروبا. بدر السؤال عن موضوع الشتاء ده، ما هو قال كده هو الراجل. انت عايز انا اقول انت رايك؟ انا يعني ايه رايي اذا كانت دي شغلتي ازاي اجاوب فيها؟ على فكره عشان يعني اقول لك لا، عندنا اداره سكاوتنج للي بينظروا، يقول لك لازم يبقى في اداره سكاوتنج وشغاله 365 يوم في السنه. الناس اللي بتقول لازم يبقى فيه في النادي الاهلي وازاي ما يعملش عشان الزمالك اعلن انه عمل. لا مش الزمالك، انا ماليش دعوه بالزمالك، الزمالك لازم يعمل اللي هو عايزه. ايوه انا لا اعلق على الزمالك. انا اعلق على الناس اللي تقول لك ازاي النادي الاهلي ما المفروض يعمل. شاكرين يا سيدي. طب لو بعمل تبقى مبسوط؟ انا بقول لك احنا بنعمل. ومسكها الكابتن هاني رمزي ومعاه ناس شباب مثقف ورائع جدا. في كل يوم قدامنا، كل يوم اختيارات محليه وخارجيه، كبار وناشئين، كل يوم. وانت بتفلتر كل ده حسب الطلبات اللي بتطلب. محدش الاهلي مش هيشتغل بشكل عشوائي ابدا. تفتكر كابتن الخطيب هيقبل ان الشغل في النادي الاهلي يمشي بشكل عشوائي وهي دي نتائج نادي ماشي بشكل عشوائي؟ لا يمكن. انتوا بتتكلموا على الدكه، بنتكلم على كل حاجه، لكن لما يتهز الاداء في ماتش او يجي لعيب مش على قدر توقع الناس، مش معناه ان ان ان, إن في غلطه جوه النادي الاهلي، في حاجات تانية ممكن تفكر بطريقه تانية. لانه لو جه هو بالطريقه دي وكان موفقا وكسر الدنيا هيعدي عادي جدا، لان ده المفروض. الناس بتتعامل مع التوقع ان ده المفروض في النادي الاهلي، ما ينفعش ان انت بدليل ان في لعيبه كتيره جدا هي كانت النجوم المفضله عند الجماهير من شهر. النهارده في اراء بتختلف، في نجوم جدد بيكسبوا هذه الثقه ونجوم تانية بيلقوا العتاب. صح ولا لا؟ كره القدم مليئه بمثل هذه المواقف، لان في الاخر البشر متغير وله حاجات كتير بتؤثر على انتاجه، مزاجه، حالته البدنيه، ظروفه الشخصيه، حاجات كتير جدا. فنتمنى ان احنا ناخد كره القدم كده بس في المحصله. الاهلي عامل ازاي؟ الاهلي الاكثر تنظيما والاهلي الاكثر حظوظا. وان شاء الله مزيد من الجديه والحماس.